صراحة كاع المشاركين كسوسوا بنات ولا ولاد كلهم بالنسبة لي كانوا أصدقاء أخوت، مع عمر ما كانت شي حاجة في شكل ما بين أي مشاركين. علي رضا صديق ديالي وما كان بيني وبينه حتى شي حاجة، وإذا كان شي حاجة خرجت في هذا النطاق أنا كنكذبها دابا، ما كاين والو بيني وبين علي رضا.